انتوا انا نتحدوا دائما على الانديه اللي لعبت فيها. نتحدوا اخر نقولوا نادي لعبت فيه هو اهلي برج بواري ريج. فوزي كانت قيمته كبيره في اهلي برج بواري ريج. بالمناسبه كنت مع انيس بن حمادي يوم ذلك الرئيس. لماذا فوزي الشوشي قرر انه يغادر اهلي برج بواري ريج؟ البعض تحدث عن مشاكل مع المدرب فرانك ديما، البعض الاخر يقول لك فيه مشاكل اخرى. وضح لنا الامر اكثر، لماذا فوزي الشوشي قرر يغادر اهلي برج بواري ريج؟ بون، الحاجه الاولى البراجياس الجارد الاصفر نشكرهم كما قلت لكم من الدخله للخرجه وين ما كانوا. الرشيد الخيار كاين بزاف الحراشي، هذا الحراشي مسكين يخدم في لاتريبيل الموت عليه، هو انا نضري هو يهضر معايا يعيط لي هبني. بون البراجيه ما عنده حتى مشكل لا مع انيس لا مع خوه ما كان لا مع الشاوي، ما عندي حتى مشكل. كان مشكل كنت نطريني نورمال خلاص العام سلكنا نطيحه نورمال كش مشكل. جا نطرينو جديد جابك تعرف ستة ولا سبعة تاع زيميغري كان غارديا جابوه معاهم. بديت نطلع نطريني انا بديت الاولاني في البرج مشاهدين عليا البراجيه. انا بديت نطريني مع لي سبوار كانوا لي سبوار كنت نطريني معاهم ما نحبش كنت ما نحبش كل يوم نطريني. بعد نطريني باك ما عجبتوش ولا ما لاباش يقولوا ما سحقوش ويتروح نطريني يقولوا ما هذا ما سحقوش ما عادوش يدير به. انيس يقول لي فوزي ما تزربش. قلت له الرئيس راه يقول انا ما عطيش هو قل مني وقت نقول له الرئيس باسكو احترام احتراماتي ليه واللي جوال كان يقول ما يقولكش بلا كنت نقول له الرئيس راك شو يقول لك ما كلا واش بغيت ندير معاه. هما راك تعرف لازم بيناتهم يتفاهموا سته ولا سبعه وزيد غارديا لازم يلعبوه يلعبوا كل يلعبوا هما ما عليناش. وليت نطلع نطريني يقول لي ما تنطرينيش. قلت له اليس انا ما نقدرش انا قلت له انا نطريني باش نلعب قلت له انا باش نطريني والريح هكذا والمشاكل قلت له ما نقدرش. قلت له ما يزيدش نمشي. قال لي فوز قلت له والله ما نقدرها. هو جاته على قلبه. ومن بعد موراها تروا موا انا بقيت نطريني ما حبسش بقيت نطريني موراها تروا موا قالت موا راح. قال لك يا ودي لازم تولي تعاوننا راك تشوف. قلت له يا خويا نولي. كي وليت كان قواوي جابوا قواوي نوترينور جيت نوترين نورمال. جات زيري بيلا زيري بيلا عطيه في التليفون قال لي فوزي ما تلعبش في علم ليله. كان عندهم ماتش في علم ليله كان عندي انا ديجا تيجيهم اللي نوترين معاهم في ليكيب. قال لي فوزي ما تلعبش خليك نجي نشوفوا كيفاش نديروا. قلت له ماكش مشكله الشيخ انا يعني كاع لعبنا في علم ليله خسرنا 0 عاودنا ولينا. جات زيري بيلا قال لي اسمعني ان شاء الله تبدا تلعب. قلت ما كاش مشكله الشيخ بديت نوطريني بالك قواوي بالك ما دخلتلوش في راسو. قال لك بليش وشي ما راش بيان بريباري. قلت له ما كاش مشكل حبست ما لعبتش الماتش هذاك مع المولوديه كنت بون توتوش. ماتش تاع الصيف ندخل 100% ندخل. قال لي ما تلعبش. قلت له ما لا بقات هكذاك مع الاول جبتوني تلعب وانا جابوني سيبورت هما جابوني منا جاو لعندي لهنا. قال لك يا ودي لازم تجي والشعب ديمون داك لازم يولي شاوشي. قلت له يا خويا لو جاكم راني مولي والله غنجي. قلت لهم عرفت كابتي رحت جاو داني منا وسمو يا ربي ما عندكم بالخير الله نسيتو صاحب اسامه فاندي هو يعرف راه جاو داني منا راح دير نوطريني ما كانش مشكل. دخلت لوطيل تفاهمت مع انيس قلت له خلاص نبدا طاب 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 مع الاخر خويا لقيت روحي كيف كيف مع تزيري. قال لك يا ودي ما تقدرش. قلت له يا خويا الله يفرقنا بلادنا وبخلاص. صح قاوي علاش خدا هذاك القرار؟ انت لعبت معاه في شبيبة القبائل. اي قاوي قاوي لا لا اي قاوي شغل بالك مازال حرقه في قلبه بالك. انا ما عندي حتى بروبليم معاه انا والله ما عندي لا غير ما عندي بروبليم لا معاه هنا ولا في ليكيب ناسيونال ولا في جياسكا ولا في البرجه. كنت نطريني نورمال وكان معايا كيال. كيال يعرف كنت نطريني معاه صباح وعشيه كنت نطريني معاه كل يوم وعلى باله كنقولوا الشيخ زيد لي شويه نقص لي شويه ياك شغل يعرف ماشي كيما تكون 20 سنه ماشي كي تكون 36 و 37 سنه. قال وين نتفاهم معاه كياك شغل نتفاهم معاه مليح. الحمد لله احنا البراجيه سلكناها مطيحه وكيما نقول لك انا البراجيه للان مازالهم يعيطوا لي ويسقسوا عليا الحراشي الخيار رشيد سامسونج نشكرهم كاع باش ما ننساهمش خاذوا خاوتي للان يعيطوا ونقصروا معايا والحمد لله. فوزي انا سمعت انه حنا حتى الموسم اللي ما رحتش فيه انيس بن حمادي بطبيعه انه العلاقه كانت جيده معاه قال لك ممكن تدفع وتاخذ اموالك في العام هذاك فرفضت انت قلت له هذا العام ما لعبش ما نديش الاموال. قلت له ندي حقي ما نديش حاجه ما درتهاش ما نديهاش كما ما لعبش ثلاث شهور ولا اربع شهور. قال لك يا ودي فوزي قلت له لا انيس قلت له انت وقفت معايا راجل وقفت معك قلت له انا حاجه ما درتها ما نديهاش ما نطرينيش ولا مانيش خدام ولا واش ندير بهم دراهم
ناكل الحرام ديال الحرام لولادي ما نقدرش، نبغي صافي انا مع ربي هذا المكان.